الحديث حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد السميدعي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. هناك من يرى أن الأوضاع الراهنة في العراق هي الأخطر بسبب المحاصصة والصراعات السياسية، كيف ترى فعل المحاصصة في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. موضوع المحاصصة كما نعلم منذ بداية الاحتلال وتشكيل الحكومة العراقية بتأثير أمريكي إيراني، قامت الحكومة على أساس كما الدستور على أساس المحاصصة الإثنية والطائفية، وما زالت تستمر، وأعتقد أن هذه العملية ستستمر إلى مدى غير منظور، إلى أن تسقط العملية السياسية برمتها والحكومة بكاملها وكل الذين جاءوا مع الاحتلال أذناب الاحتلال، إلى أن يزولوا من العراق ويتطهر العراق منهم، حتى ذاك الوقت نقول أنه ما عادت هناك محاصصة. نعم. المحاصصة تطل برأسها بين حين وآخر على التجاذبات السياسية والأزمة السياسية التي تهز الحكومة عادة. نسمع كثيرا بأن الكتل السياسية تعتقد بأنها أغمض حقها، أو أن بعض الكتل لم يشارك في الكابينة الوزارية، على سبيل المثال كتلة النصر جماعة حيدر العبادي وكتلة الحكمة جماعة عمار الحكيم، يشكون بأن عبد المهدي استطاع أن يخدعهم وتخلو الوزارات أو الحكومة من أي وزير يمثل هذه الكتل. هناك أيضا انتقادات من قبل على سبيل المثال المالكي، نور المالكي ينتقد من زاوية أخرى، من زاوية الفساد، ويطعن بمجلس الفساد أو لجنة الفساد العليا التي شكلها عبد المهدي منذ عدة أشهر ولم تفعل شيئا كما يقول. وهناك انتقادات طبعا من قبل قادة الميليشيات لأنه أصدر قرارا بإعادة هيكلة الميليشيات. هناك صراعات كثيرة وانتقادات، يواجه انتقادات متعددة في الجوانب حتى على الصعيد الملكي. هذه الصراعات إلى برأيك إلى أي مدى هذا الصراع الدائر الآن على المناصب يمكن أن يحرك الأمور المتردية في العراق، يعني في ظل الغياب للرقابة وتزايد الفساد؟ على الصعيد الداخلي الصراعات السياسية، أنا أعتقد بأن عبد المهدي لن يصمد، من الصعب أن يواجه الانتقادات متعددة الجوانب، لأن العراق ليس كباقي الدول، يعني هناك دول تسير الأمور فيها الحركات السياسية فيها والصراعات الإقليمية في لا تؤثر عليها. في العراق واقع تحت تأثيرات متعددة، أولا بالإضافة إلى الشأن الداخلي هناك الصراع الأمريكي الإيراني يلقي بظلاله بشكل يومي على الوضع والمشهد السياسي في العراق. نحن نعلم بأن الوضع، يعني هناك برميل بارود في المنطقة، إذا تفجر هذا البرميل سيكون العراق ساحة رئيسية للصراع بين أمريكا وإيران، وهناك ولاءات متعاكسة في داخل العراق، هناك ولاءات لصالح إيران وهناك ولاءات لصالح أمريكا في الداخل العراقي، فنشوف أي حالة صراع أو تفجر صراع عسكري بين أمريكا والعراق سيجعل العراق والحكومة بما فيه الحكومة في مهب الريح. على الصعيد السياسي هناك مطالب، وأنا أعتقد بأن الأمور إذا استمرت على هذه الحال سيطرح موضوع سحب الثقة من عبد المهدي على التصويت للبرلمان، لأنه يبدو أن الكتل السياسية حتى التي كانت داعمة له غير راضية على نحو جيد من أداء حكومة عادل عبد المهدي التي توصف بأنها ضعيفة جدا. نعم، هل ترى أن سلطة الأحزاب الحاكمة تقف وراء عدم فتح ملفات الفساد؟ ملفات الفساد من الافضل الحقيقه ان ننسى بان ان الفساد سيعالج في العراق، الفساد سيتفاقم وفي حاله تزايد الفساد، لماذا؟ لان جميع الداخلين في العمليه السياسيه وعلى راسهم اعضاء البرلمان والحكومه نفسها والمدراء العامون
كل هؤلاء لهم أصحاب المصلحة الأساسية والكبرى في استمرار حالة الفساد، لأن عملية النهب العام للنهب المال العام لا يمكن أن تكون يسيرة وسهلة في غياب الفساد. الفساد هو الذي يوفر حالة الثراء الهائل غير متوقع، أو غير يعني هذا الثراء السريع الذي تنعم به كل القوى السياسية والأحزاب ورؤسائها والكتل ورؤساء الميليشيات وحتى المنتمين إلى الميليشيات. هذه لولا وجود فساد، عملية فساد منظمة، لا يمكن أن تتم هذه. لذلك بما أنهم مستفادون من الفساد فهناك ديمومة لاستمرار حالة الفساد. نعم، عبد المهدي بأول تصريح له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة قال بأن أول أولوياته هي محاربة الفساد. يعني إلى أي مدى ترى بأن عبد المهدي يعني ربما قدم ما يفيد بمحاربة الفساد؟ نعم، عبد المهدي قال ذلك، وقبله حيدر العبادي قال ذلك، كل رؤساء الحكومات يقولون ذلك، وكل المسؤولين ورؤساء الأحزاب والمسؤولين السياسيين والكتل يقولون ذلك. وهذه الحقيقة مجرد الاستهلاك الإعلامي والاستهلاك السياسي، لأن الفساد بالحقيقة هو الذي ينهش بالبلد، وهو الذي يعرض العراقيين إلى الجوع والفقر، ويدفع وتزداد البطالة. بكل هذه مردها هو الفساد. لذلك يجب على كل سياسي أن يلعب على الوتر الحساس، يتناغم مع مطالب الناس، لأنه هذا مطلب أساسي للناس. الناس تعرف، العراقيون يعلمون بأن مصيبة المصائب هي الفساد الناتج عن فساد الحكومة نفسها، والفساد الأساسي الذي تأسست عليه الحكومة، حكومة المحافظة الطائفية وحكومة احتلال وحكومة عملاء وخونة للوطن. فهؤلاء هم بالأساس هم فاسدون. فلذلك المواطن العراقي يريد أن يجتث الفساد، وعملية اجتثاث الفساد لا يمكن أن تتم إلا باجتثاثهم هم وعمليتهم السياسية التي جاء بها المحتل. لذلك من المتوقع، ليس لا نستغرب أن يتقولوا هذا القول ويتشدقوا بأنه يريد أن يكافح الفساد، وهو كما ذكرنا لم يتقدم خطوة على هذا الطريق، بل كل التصريحات والدلائل تشير إلى تعمق حالة الفساد وترسخ منظومة الفساد في العراق. شكرا جزيلا لك السيد لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف.